بمناسبة اليوم الوطني المجيد وعبر شاشة قناة MBC أتشرف بتقديم أسمى آيات التبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ولسمو سيدي ولي العهد حفظه الله وللشعب السعودي العظيم وللرجال البواسل في كل مكان، داعيا المولى القدير أن يديم علينا الأمن والرخاء وإلى المزيد من التقدم والرغد والاستقرار بحول الله تعالى. سعيدة جدا بوجودي في المملكة السعودية اللي كلنا بنحبها وبنقدرها، وسعيدة أكثر لأن يعني الفترة اللي جاية دي العيد الوطني، بقول لكم مبروك ويا رب إن شاء الله في تقدم دائم. والحقيقة كل حاجة هنا جميلة، البلد جميلة، الناس يعني كل حاجة حلوة من ساعة ما وصلنا، وإحنا بنشوف كل خير وكل حب من كل الناس. بقول ألف مبروك للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، وبهني كل الشعب السعودي، بهني القيادة السياسية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبتمنى للمملكة دوام الازدهار والتقدم، وربنا يديم عليها نعمة الأمن والأمان، ونحتفل كل عام بالعيد الوطني والمملكة في أزهى صورها. وبحيي الشعب السعودي وبقول له كل سنة وانت طيب، وهنيئا لك بكل هذه الإنجازات والانفتاح على الدنيا كلها اللي احنا لمسناه. عبر قنوات MBC أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله، والشعب السعودي كافة والأمة العربية والإسلامية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93. أسأل الله أن يعيد علينا هذه الأيام هذه الأعياد أعواما عديدة مديدة عامرة بالخيرات والمسرات والبركات والرفاه والأمن والأمان. كل عام وأنتم بخير، كل عام وقيادتنا بخير ووطننا بخير، نحلم ونحقق. عبر شاشة MBC أربع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولأمير الشباب ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وللشعب العظيم الأب الشامخ شعب المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة العظيمة في يومها الوطني 93. أدام الله علينا الأمن والأمان وطاعة الرحمن، ودام عزك يا وطن. الملك سلمان بن عبد العزيز بن سعود هيبته تفخر بهالجنة على وجه النفود، وانت كدر خاطره يمحي المعادي من الوجود، والملك سلمان ومحمد وشعبه ما يضام. اقدح اقدح يا ولد سلمان في اليوم العنيد، واضرب بيمنا تهز الارض وتقص الحديد، ساعة واحدة وياتي بالخبر ساع البريد، والملك سلمان ومحمد وشعبه ما يضام. عبر منصات MBC اطل عليكم وارفع الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والشعب السعودي كافة أسماء آيات التبريكات والتهاني بمناسبة اليوم الوطني المجيد. كل عام وبلدنا بخير، كل عام وبلدنا في رخاء ونجاح ومن عليا إلى عليا. أخوكم سعيد بن مالك. عبر شاشة MBC أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني السعودي. أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.